أهلا وسهلا في كمبيوتر سيستم من الدروس اللي عم نستكمل فيها. شرح سلسلة MR12. راح نكمل بالاكتيفيتي، فكان عادي الورقة والقلم. خلونا نتوجه لحتى نكمل الشيء اللي وقفنا عليه بالدرس الماضي. الشيء اللي وقفنا عليه في الدرس الماضي إنه في حدا عنده مشكلة، وهي هي الشخص اللي عنده مشكلة مثل ما اللي شايفين. ومن راح نقول له، راح نستعمل نقول له مثلا إنه هاي ما هي فكرة جيدة. لو كان ما حطيت لي نقط كنت بقول هاي فكرة جيدة، بس عم بقول لي إنه قل له ما هي فكرة جيدة إنه تغادر الجامعة. إذا درستي بجد أنت ربما ليس لديك شيء ما لتقلقي عن حوله. فمثلا إيش راح أستعمل؟ أنا بعتقد إنه ما هي فكرة منيحة. أنا ما بعتقد إنه فكرة منيحة، فبقول أنا لعم أتكلم I not think إنه هاي فكرة منيحة. It is أو it's a good idea. هلا أنتوا إذا شفتوا هون الشيء المضاف، الشيء اللي موجود بالأصل هو not thing و good idea. خلصت؟ لا ما خلصت، لأنه أنا ما فيني أقول هيك. ما بعتقد، ما بصير أترك النت لحالة. فكوني عم بحكي هلأ لازم أستعمل المستمر، أو بشكل عام كلمة الاعتقاد تستعمل بالحاضر البسيط. فبقول do، أضيف الdo حتى تلزق بالنت. طيب الشيء المضاف هو عدة شغلات. أنا يعني ما فيني أقول nothing good idea، يعني أعتقد لا فكرة جيدة. لا، أنا أعتقد أنها ليست فكرة جيدة. فضفت أنا لا أعتقد، حطيت الدو لأنه موجود النات، والنات وصلت تترك لحالة. إذا كان simple present حاضر بسيط من حد دو، أو داز إذا كان ماضي من حد دو. هون حطيت لأنه حاضر بسيط أو بحكي هلا. فدو إيش ما يداز لأنه الآي بتاخد دو. I don't think إنها it is، إنها it is فكرة جيدة. ما بحكي عن فكرة معينة، فهون هذا لازم أحطه بشكل عام. هاي النكرة ما موجودة عندنا باللغة العربية. طيب الجملة اللي بعدها، فراغ talking to your university professor، الحديث إلى أستاذ الجامعة. هو يستطيع، ربما يساعد. لماذا أنت تحاول؟ فممكن أقول له لماذا لا تحاول؟ لماذا لا تحاول أن تتكلم مع أستاذ الجامعة؟ فطالعت الكلمات، بس طبعاً هذه الكلمات ما بكفوا، لازم أضيف شغلات حتى أكمل الجملة. Why you would try؟ رح نشوفه بعد شوي. طيب ليش ما بتحاول؟ Why؟ ليش انت بتحاول تحكي؟ لا نقول ليش ما بتحاول. هي طبعا هي ما هي قاعده، بس هي حتى تضبط الجمله مثل باللغه العربيه. ليش ما تحاول؟ لازم اضيف not. ليش ما انت بتحاول؟ والnot مثل ما اتفقنا لازم يكون do او does. عم نحكي هلا، فمنحط do. ليش ما does؟ لانه you. فمنقول Why do not you try؟ ليش ما بتحاول تحكي مع أستاذ الجامعة؟ بتلاحظوا شغلات مضافة بغير لون. ثلاثة، هون طبعا يفترض يكون الـ to، بس فيهم شغلة to leave. I don't think it's a good idea to leave the university، لأنه ما بصير يكون فعل، ما في قبل شيء. فنرجع التالتة، حاول بعض relaxation techniques، يعني مهارات الاسترخاء، لتساعدك مع stress الاكزام، يعني مع الضغط تبع الاكزام. فبقول له انا بعتقد انه يجب، اول شيء من شيء نحط كلمة thing و should. أنا لعم أتكلم، فـ I think أنا بعتقد أنت لازم
سياق طبعا، ما انه في قاعده لهذا. انا بعتقد انت لازم تحاول. لاحظين الكلمات اللي عم نضيفها هي ما هي قاعده مثل ما اتفقنا، هي حتى تكمل سياق مثل اللغه العربيه بالضبط. فراغ، اذهب الى الفحوصات حتى ولو شعرت انك سوف لن تجتازهم، يجب على الاقل ان تحاول. جود لك، يعني يعني انه محظو، ان شاء الله حظ موفق. فمنحط جود جود و ايديا، فبقى له فكره جيده، يعني بدي اكمل سياقي. ففيني اقول له انه هي فكره منيحه. It's a good idea to go. ليش؟ لأنه في الجو لازم يكون قبله، مثل عندنا مثلا أن تذهب، أن تذهب. إنها فكرة جيدة أن تذهب إلى الفحص. فالشغلات اللي ضفناها It's a good idea to go to the exam. طيب، في كثير من الطلاب يمكن رح يلاحظوا إنه هذا مو مفهوم للتمرين، لأن التمرين ما فيه شيء، رح أقول لكم شلون. لو بقول مثلا عندي كلمة فكرة قلت لكم جيدة، وواحد عم بيقول لي تذهب إلى الامتحان، خلوا الجملة هاي طبيعية، فبدك تحطوا بعض الشغلات. فبقولوا ممكن أقول أعتقد أنها، لاحظين بعدها بنزل هاي فكرة جيدة تذهب، لا أن تذهب، أن، وبعدها بنزل هاي. إن هي ما تعتمد على القواعد، بس تعتمد إنه تكملوا السياق، يعني بدك تكملوا الجملة. تمام، هاي هي بالنسبة لهذا التمرين. شوي غليظ التمرين مثل ما لكم ملاحظينه، فشو بدنا نعمل؟ صفى عنا الليسنينج والرايتنج.